طب جيزال، يعني أنت الآن تسكنين لبنان التي تسكن القلب، وتسكن قلبك أنت أيضا، ويسكن قلبك من سكنت لبنان في قلبه. يعني شوفي بقى ده كله، المرحوم الشهيد سمير قصير دائما كان يرى هناك مخرج وأن هناك نقطة الانطلاق. فكيف ترى جيزال التي يسكن قلبها سمير ما زال نقطة الخروج الآن، يعني كإعلامية وكممارسة في الحقل السياسي وتلتقين دائما بالسياسيين والمفكرين؟ شوفي، أنا عندي كثير مخاوف، بس خليني أقول أنه بعرف شعبي لن تبقى الحالة كما هي. الخوف هو أنه هلأ إصابة أن تأخذ لبنان إلى مكان لا نريده. هيدا اللي بخوفني. يعني بيخبرونا الجيل اللي قبلنا أنه وقت كانوا عم بيحاولوا أن يجعلوا هذه الدولة مدنية بعيداً عن الطائفين عملوا لهم حرب أهلية. بخوفني كثير أنه المنظومة السياسية أن تعود إلى العصب المذهبي بوجود الفقر اللي اليوم موجود، بوجود الفوضى، بوجود اليأس، أن تعود إلى ذلك لتدافع عن نفسها ولتجعل الناس أن يحاربوا بعضهم البعض. طب خروج الحريري من المعادلة، خروج الحريري من المعادلة، بعتذر جدا جيزيل، هل هو أيضا نتيجة اليأس، اللي بحالة اليأس اللي بتتكلمي عليها؟ ما سمعت مظبوط، قلتي خروج اعتذار. خروج الحريري، خروج سعد الحريري من المعادلة الآن، هل هو نتاج لحالة اليأس التي تتحدثين عنها الآن؟ أنا أعتقد أنه كان على الرئيس سعد الحريري أن يخرج من المعادلة قبل ذلك، وأنه يجب كان أن يعرف أنه بعد شهرين أو ثلاثة يعرف أنه التشكيلة الحكمية لن تحصل كما كان يريد. انتظر 9 أشهر ليخرج. طبعاً هي يأس، طبعاً الحل موجود، لماذا لا يأخذون هذا الحل؟ هذا السؤال الكبير، وهو لا أعرف. أنا لا أستطيع أن أدعي أني أعرف لماذا يريدون انهيار البلد، لماذا يريدون قتل بيروت بشكل ممنهج. إذا بتشوفي المناطق هي مرتاحة أكثر من العاصمة، لأن العاصمة هي رمز الوحدة اللبنانية، رمز الميثاق اللبناني، رمز الطائف الصحيح، مش الطائف اللي كان. ولكن اليوم الشباب يأسوا لدرجة أنه كل هذه المنظومة ما بدهم إياها، بدهم شيء تاني، بدهم بلد، بدهم دولة مدنية، بدهم دولة تحميهم، بتعلمهم، بتطببهم، بتعطيهم أمل ومستقبل. هيدا الشيء مش موجود. نعم.